تدريبات واستعدادات على قدم وساق بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، والتجهيز بشكل كبير جدا للمرحله القادمه، جهد كبير بيبذل في التدريبات، استعدادات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، امور كثيره جدا هنتكلم فيها طبعا مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن الكبير كابتن ياسر ابراهيم، اللي برحب بيك في البدايه وبحييك كابتن ياسر الحقيقه على الفتره اللي فاتت قبل ازمه كورونا، مجهود كان رائع جدا، وعلى المستوى الشخصي كنت بتادي اداء اكثر من رائع، جديه واصرار كنا بنشوفها في التدريبات وفي المباريات. الاول عايز اطمن عليك الفتره اللي فاتت ماشيه ازاي، وطمن عليك كده وطمن كل جمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله الفتره اللي فاتت ديت اللي عدت على خير وكلنا كويسين الحمد لله، وطمننا على بعض هنا في النادي، جينا كلنا وعملنا المسحه الاولى طلعت سلبيه الحمد لله، والمسحه الثانيه برده طلعت الحمد لله سلبيه، فدي حاجه كويسه قوي اللي احنا اطمننا كلنا على بعض وجينا واتجمعنا تاني على خير الحمد لله، وبنتمرن كلنا بنستعد بشكل جيد في التمرين، كلنا في تحملات بدنيه كويسه بنتمرن لحد ما الدوري النشاط يقول لك هيرجع تاني، احنا مستعدين في اي وقت وفي اي وقت يقولوا عليه يلا يلا. قبل ما استفيد معاك في الاسئله وكده، لكن عايز اتكلم على الفتره اللي كان فيها الحجر المنزلي، كان واضح ان في مجهود كبير جدا وفي تدريبات بشكل قوي جدا بتادوها بشكل محترف، لان من اول يوم في التدريب لا لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجليها واللياقه البدنيه كانت واضحه. يعني حطينا في الكواليس دي وطمن جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كانت ماشيه ازاي معاك يا كابتن ياسر؟ هو كان في طبعا حجر غير طبيعي في المنزل طبعا كل اللعيبه، بس كان معانا مستر توماس مدرب الاحمال البدنيه كان بيبعت لنا البرنامج البدني على الواتساب، كل لعيب كنا بنشتغله في البيت، كان كل لعيب بيشتغل في جنينه البيت بتاعته في الجاردن في الريسبشن، كله كان بيشتغل على قد ما بيقدر، بنمشي على البرنامج بشكل كويس، هو ده عشان كده دي اللي وقفتنا على رجلنا، ما كانش فيه كسل خالص، كان كله بيشتغل وملتزم بالبرنامج اللي بيتبعت له كل اسبوع. التدريبات يمكن رجعت وشايفين التدريبات كانت ماشيه بشكل مميز جدا حتى هذه اللحظه، والنهارده كمان الفتره اللي فاتت كان في مجموعتين، لكن النهارده لاول مره بيتم دمج المجموعتين في مجموعه واحده، ودي اكيد بتسعدكم بشكل كبير جدا يا كابتن. ايوه طبعا احنا كنا ماشيين الاول مجموعتين الاثنين، ده بنتمرن 8 الصبح ومجموعه ثانيه بتتمرن 10 الصبح، فضلنا اسبوع الحمد لله اتمرنا كلنا بعد المسحه بتاعت امبارح طلعت سلبيه الحمد لله، فجمعنا كلنا على بعض ودي حاجه بسطنا كلنا ان احنا كلنا نبقى مع بعض، بنتكاتف بنشجع بعض في التمرين، في التحامات، في غيره، كل واحد عايز يبقى كويس، بتشد بعض في التمرين، فدي حاجه كويسه ديت بتوقف اللعيبه كلها على رجليها لما نبقى كلنا جروب واحد مع بعض. انت ذكرت المساحات الطبيه وكمان في اجراءات مشدده جدا هنا، يعني بنشوف اللعيبه في تباعد بشكل كبير، الدكك خلاص يمكن اتلغت، مفيش دخول لغرفه خلع الملابس، امور كثيره جدا برضو عايزين نتكلم عليها، لان لولا الفرد المهم جدا للاجراءات دي ما كناش هنقدر نشوف النهارده المجموعه كلها مع بعض يا كابتن ياسر. ايوه طبعا احنا خلاص حاسين ان احنا بنلعب تنس، كل واحد شمسيه وكرسي لوحده، ما بيننا وما بين كل لعيب متر، كل لعيب بيجي بالكمامه بتاعته، اللبس بتاعنا واخدينه معانا البيت، بنيجي لابسين من البيت، بننزل على التمرين على طول، دي حاجة اللي هي الوقاية، يعني دي حاجة كويسة عشان هو كله سلبي الحمد لله ما فيش حاجة، بس برضو الأمان حلو يعني، فبنيجي كلنا بنتمرن والدنيا تمام يعني لحد دلوقتي، وبنستعد بشكل كويس لعودة النشاط. انا عارف ان مش هيبقى فيه محاضرات الفتره اللي جايه، ودي اكيد طبعا تنفيذا لتعليمات وزارتي الصحه والشباب والرياضه، لكن الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ كان اجتمع معاكم في البدايه، ابرز الكلام كان ايه، الكواليس كان ايه، والتحفيز كان ازاي بالنسبه للجهاز الفني ليكم يا كابتن ياسر؟ هو اتكلمنا جينا طبعا كلنا اتطمنا على بعض في الاول، واتكلمنا يا جماعه خلاص احنا خدنا اجازه خارجه عن ارادتنا، طبعا العالم كله كان كده من الفيروس ده، الحمد لله اتطمنا على بعض وبنتمرن بنستعد للفتره الجايه دي بشكل كويس، في التمارين كلها بدني وفيها كورة برضو، لأن معظم اللعيبة راجعة واقفة على رجليها من الشغل اللي كنا بنشتغله الفترة اللي فاتت دي، فدي حاجة كويسة وفرقت معنا في الملعب في الأيام اللي فاتت ديت، وفرقت مع المدرب نفسه، يعني دي احسن لما بتبتدي من نقطه الصفر، احسن ما تبتدي من نقطه يعني بتبتدي من 50%، احسن ما تبتدي وانت لسه 10%، فدي فرقت معانا بشكل كبير قوي، وبنتمرن وبنستعد في اي وقت نرجع جاهزين. من مميزات لعيبه النادي الاهلي هي احتواء اللاعبين الصاعدين او استقبالهم بشكل جيد جدا، احنا عندنا يمكن اكتر من لاعب تم تصعيدهم من قطاع الناشئين، مواهب مميزه جدا، ودي اكيد فرصه ورساله للقطاع ورساله لكل لاعب، ان كل واحد يجتهد في التدريبات هيكون له فرصه كبيره جدا مع فريق النادي الاهلي. كلمنا على كواليس شادي وفخري وعربي كمان المتواجد، يعني كلمنا على اللعيبه بتتعامل معاهم ازاي يا كابتن ياسر؟ احنا معانا مستر فايلر بصراحه، في معانا كشاف بيبعته بيتفرج على الماتشات، بيطلع يقول له مثلا في لاعب كذا ولاعب كذا، فدي حاجه كويسه للناشئين طبعا، ان انت تتمرن كويس في الفرقه بتاعتك وتجتهد ان انت في اي وقت هتطلع الدرجه الاولى وتلعب، فدي حاجه بقت سهله عكس الاول، دلوقتي انت بتطلع بتاخد فرصتك، لو انت كويس هتلعب وهتاخد فرصتك وهتخش معانا السكور وهتاخد ماتشات، فدي بترجع لك انت يعني، دي خلاص دي الكره في ملعبك انت زي ما بيقولوها، يعني اتمرن كويس واجتهد باذن الله تطلع وتلعب باذن الله ربنا يكرمك.
نقطة مهمة كمان النهاردة، يمكن من فترة كبيرة جدا ما شفناش صالح جمعة في التدريبات الجماعية. يمكن صالح الفترة اللي فاتت اجتهاد والتزام كبير جدا كان واضح عليه، وبدليل ان الجهاز الفني اداله فرصة تانية، والفرصة التانية دي هي في ايد صالح جمعة. لكن انت كواحد من نجوم النادي الاهلي وكمان الكواليس، عايزين نتكلم ازاي بتشوف النهاردة صالح ازاي، وبتشوف اداءه والتزامه ازاي الفترة اللي فاتت يا كابتن ياسر؟ طبعا صالح انا ده عشرة عمري، احنا جيل واحد منتخب الشباب مع بعض مع كابتن ربيع ياسين طبعا، ومنتخب الاولمبي مع كابتن حسام البدري، فاحنا من صغرنا مع بعض. صالح بسم الله ما شاء الله يعني موهبة حرام حرام اللي هي تتمحي كده. صالح لعيب جامد جدا ولعيب كورته كويسة جدا، من أحسن اللعيبة في مصر، بس هو دروب حصل معاه كده الفترة اللي فاتت دي، وأكيد هو اتعلم من كده. أنا شايف إن هو عنده الإصرار والعزيمة، وبتمرن كويس في الجيم لوحده الفترة اللي فاتت دي كلها، وملتزم وبيجي التمرين أول واحد هنا بيدخل الجيم، عشان كده نزل النهاردة أول تمرينة ليه. طبعا كلنا مبسوطين بيه جدا النهارده وبنحفزه، وباذن الله كلنا في ظهره لحد ما يرجع صالح جمعه تاني باذن الله. اكيد بقى مع البرنامج التدريبي تدريجيا هيتم بقى تحديد للمباريات الوديه، يعني لسه طبعا ما تحددش هيكون كم مباراه، لكن بخبرتك يا كابتن ياسر نقدر نقول مباراتين او ثلاث مباريات يجهزوا اللعيبه شويه؟ عارفين طبعا في اختلاف بين المباريات الرسميه والمباريات الوديه، لكن نقدر نقول كم مباراه لعيبه النادي الاهلي تقدر تخش في التوب فورم بالنسبه للمباريات؟ طبعا هي المباريات هي اللي بترجع الفورمه تاني لكل لعيبه، يعني مهما سال اي لعيب في مصر يقول لك هي الماتشات اللي بترجع مستوى اللعيبه تاني. فاحنا نتمنى طبعا يكون في ماتشين ثلاثه وديين دول يوقفوا اللعيبه تاني، يرجعوهم تاني لثقه الماتشات تاني مع التمارين والاحمال ديت، فدي هتفرق معانا جدا، وباذن الله نرجع كل واحد يرجع لفورمته تاني والمستوى الطبيعي باذن الله. جمهور النادي الاهلي منتظر رساله، متعطشين ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشوف الانتصارات ويشوف فرحه اللعيبه، والبطوله الافريقيه هي هدفنا اكيد وهدفكم اكيد يا كابتن. طبعا 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 البطوله الافريقيه ديت، يعني احنا طبعا بنتمنى الدوري يكمل تاني ويرجع، لان دي حاجه احنا بنوصل رساله للعالم اللي احنا الدوري رجع تاني، واللي احنا عندنا هنا الدنيا ماشيه باستقرار ومستقره. فبتمنى طبعا عوده الدوري، بس احنا تفكيرنا برده في افريقيا، دي حاجه غايبه عن النادي الاهلي بقالها سنين، فباذن الله تركيزنا كله فيها، باذن الله نقدر نجيب البطوله نفرح الجمهور ان شاء الله. كل الشكر والتقدير طبعا لواحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ياسر ابراهيم، الفتره القادمه ان شاء الله منتظرين منه الكثير، وجمهور النادي الاهلي منتظر من كل اللعيبه كمان الكثير، تكاتف والتزام وانكار ذات، هو ده شعار لعيبه النادي الاهلي. الفتره القادمه ان شاء الله نعود من جديد منتظرين جدول بقى بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي.